اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة رفع الصور على تطبيقك الخاص تيك توك ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل للبحث عن تطبيق التيك توك الخاص بك وبعدها سوف تقوم بالضغط هنا على تيك توك ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسح التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالذهاب لمتجر جوجل سوف تقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك سوف تجد هناك تعديل تضغط عليه ليتم تعديل التطبيق وحل المشكل